اما الله. هلا رح نروح على محطتنا الصحيه الطبيه لليوم. ضمن المساحه رح نحكي عن داء بارنكسون، مرض بيظهر بصوره تدريجيه، ممكن اعراضه بالبدايه بيكون رجفه خفيفه بالايد، ممكن تليها اعراض ثانيه، احد الاقدام ممكن ما يقدر يمشي عليها، يصير في بطء بالمشي، ممكن يوصل لدرجه انه معالم الوجه تصبح جامده. كثير من هي الاعراض ممكن تكون موجودة بالبداية. رح نحكي أكثر ونتعرف أكثر عن بعض هاي الأعراض، نروح للمادة نتعرف عليها وبعدها نرجع لضيفنا المختص لنحكي بالتفاصيل عن المرض. بعض العلامات اللي ممكن تساعد بتمييز داء بارنكسون، منها الهزات أو الارتعاشات والارتجاف اللي بتتوقف عندما يستخدم المريض الجزء المصاب من الجسم. تاني هالعلامات صعوبة المشي، فالشخص المصاب بهذا المرض ممكن يمشي ببطء أو يقوم بسحب أقدامه أثناء المشي. الكتابة بخط صغير أو ضيق، فقدان حاسة الشم، مشاكل بالنوم، ضعف التوازن، اختفاء تعابير الوجه والتغيرات في الصوت، الأعراض النفسية وفقدان الوزن. هاي بعض العلامات اللي ممكن تساعد باكتشاف المرض مبكراً. لنعرف المعلومة الطبية المؤكدة بنتابع مع ضيفنا المختص. سلمى، الأسئلة كثيرة والأجوبة مع ضيفنا الدكتور أحمد جهاد عبدين، أخصائي في الجراحة العصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحا، يسعد صباحك دكتور. خلينا نبدأ ونحكي أكثر عن داء باركنسون، نحكي أكثر نوصف هذا الداء، واستمعنا يمكن بالتقرير لمجموعة أعراض كبيرة، طيف صحيح. من الأعراض صحيح. شو الصحيح منها وكيف أنتم بتقدروا تستكشفوا؟ طبعا داء باركنسون هو اولا سمي باركنسون نسبه للطبيب اللي اكتشفه بال 1817 السيد جيمس باركنسون، يلي لاحظ حدوث حادثه وبائيه كبيره في البلاد هذيك الوقت عند الشباب، تتمثل بالتهاب دماغ فيروسي اصيب اسمه التهاب الدماغ النومي، كله ينام 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 ينام، فتبين في بعد انه فيروس اصيب، فعمل التهاب دماغ تطور في بعدين الى ما يسمى الشلل الارتعاشي اللي بلش يوصفه باركنسون، ومن هون طلعت الباركنسونيه. هل بحكي عن باركنسون؟ باركنسون يعني هو مرض يصيب، معلش ولو تعريف تشريحي بسيط للناس، ما يسمى في الدماغ الجملة خارج الهرمية. نحكي كلمة جملة خارج هرمية، ما في عندي جملة هرمية وخارج هرمية. جملة هرمية يعني سبيل الأعصاب الممتد من قشر الدماغ في الأعلى الرمادي إلى النخاع الشوكي، الأيمن بيروح إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، لذلك بنشوف بسمعه جلطة دماغية يمنى بينشل تلفه الأيسر وهكذا. هاي اسمها جملة هرمية ما لنا فيها. في مرض باركنسون يحدث ما يسمى إصابة جملة خارج الهرمية. الجملة خارج الهرمية هي عبارة عن نويات من المادة الرمادية متواجدة في عمق المادة الدماغية البيضاء مبعثرة حوالين البطينات. هذه النويات مثلا النواة المذنبة، الجسم المخطط، النواة السرير البصري، المهاد البصري ما تحت المهاد، النواة الحمراء، النطخة السوداء، مجموعة نويات مبعثرة في المادة البيضاء تتشابك بألياف مع القشر الدماغ بمجموعة تشكل الجملة خارج الهرمية. أي اضطراب بهالمنظومة حيحدث ما يسمى اضطراب بالحراك، إما أن يكون فرط حركية ويحدث مثلا داء الرقص، أو وهو موضوعنا هو نقص الحراك أو لا الحراك اللي هو الباركنسونية، بس عنده قلة حراك مع الرجفان مع السحنة الخاصة بداء باركنسون. هلا هذا يعني توصيف، هذا له أهميته لما نحكي عن هذه النويات، لأن أنا كجراح وعندنا في مشفى الأسد الجامعي لل 2011 كنا نجري عمليات ونحكي عن جراحي لبعض حالات باركنسون، نتداخل على هذه النويات لتخثيرها، ف الرجفان اثناء العمل الجراحي وبتخدير موضعي بيكون هيك راح، فهذا يعني في له يعني هذا له اسقاط هذا الكلام.
هلا اذا بدنا نحكي عن الاعمار ممكن يصيبها، هذا اللي بدي اسالك عنه دكتور. رح نحكي بمرحله العلاج لانه سابقا ما كان في له علاج، هلا يمكن عمليه بسيطه هي كمان بتكون الحل الطبي السليم. خلينا نحكي الفئه العمريه اللي ممكن تصاب بهذا المرض. سابقا كنا نشوف بالخمسين 60، هلا عم نشوف اعمار ابكر من هي، يعني عم نشوف شباب يصابون بهذا المرض. في دا باركنسون العاده انه دائما هو مرض المسنين من تجاوز ال 60 وطلع، صحيح. لكن في حالات عديده بيصيب الشباب بعمر الثلاثينات، وهذا بيكون سببه نحكي عن الاسباب، معناتها هو التهاب الدماغ. كمان اي التهاب دماغ، التهاب الدماغ مثل التهاب السحايا، مثل التهاب سببه التهاب دماغ عند الشباب فيروس، وهي شائع التهاب الدماغ بحمى راشحه، على الكورونا حمى راشحه، القريب حمى راشحه، الايدز حمى راشحه. فنفس الشيء التهاب الدماغ ممكن بعقابيره يعمل نواب او مو نواب داء باركنسون او الشلل الارتعاشي. ما لازم نحكي عن الاسباب بقى لي. العمر بما انه عاده فوق الخمسين اذا اجى عند الشباب بيكون سببه التهابي. عاده الذكور اكثر الناس بكثير، ما حدا بيعرف ليش. في له نوعين سببين، اما سبب اساسي او سبب عرضي، يعني تالي لسبب اخر. السبب الاساسي هو الشيء يعني تقدم العمر، الشيخوخه. نحكي شغله، هدول النويات اللي حكيت لكم عنها الرماديه مسؤوله من احد وظائفها الاساسيه افراز ماده اسمها الدوبامين. نضوب افراز هذه الماده لسبب ما يصيب هذه النويات يحدث داء باركنسون. لذلك علاج الدوائي يعتمد على اعطاء ماده الدوبامين. فاذا هذا مع تقدم العمر نضبط هالماده، افراز هالماده هالنويات، حدث داء باركنسون. هلا في اسباب اخرى بتكون مو شرط تكون بنقص الدوبامين، مثلا مثل ما قلنا عند الشباب التهاب الدماغ، التسمم بالمنغنيز، كثرة تناول المنغنيز وتسمم بأول أكسيد الكربون يحدث الباركنسونية. تصلب شرايين الدماغ، نقص التروية الدماغية ممكن يصير نقص التروية، هذه النويات يحدث الباركنسونية. شغلة هامة كثير هو ما يسمى ردود الدماغ المتكررة المتتالية بعمر الصغر، وأشهرها في الرياضة الملاكمة. الردود المتكررة بيلعبوها مع تقدم العمر يحدث ما يسمى الباركنسون. كلنا بنذكر محمد علي كلاي واصابته المتطوره كان في داء باركنسون، وهذا في الطب نسميه دماغ الملاكمين، بسموا الباركنسون يعني دماغ الملاكمين، هذول معرضين في مستقبلهم حكما يصير في عندهم داء باركنسون، سببها الردود المتكرره. اذا هيك اسباب يعني وشو هيك اسباب. طيب دكتور، هل كمان فينا نقول بعض الامراض ممكن تؤدي لهيك شيء؟ يعني حضرتك قلت انه التهاب الدماغ، التهابات الدماغ وتصلب الشرايين، وتصلب الشرايين معناته هل ممكن يكون معرض مثلا مرضى القلب بحاله من الحالات؟ لا لا لا, لا ما له علاقه، اذا مثلا مريض سكري، مريض ضغط قلب، انه هذا مهيئ. لا لا ما له علاقه، بس في بعض امراض لها علاقه، مثلا امراض استقلابيه، استقلابي وخاصة في مرض قليل بس معروف في الطب اسمه داء ويلسون، هو عبارة عن خلل في استقلاب مادة النحاس، بس في عنده باركنسون معروف مع تشمع كبد مع إصابة عينية وجوز ظهور حلقة صباغية حول العين نسميها حلقة بليشر، يعني هذا ممكن يكون أحد الأسباب الأخرى. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي يمكن اليوم عن طريقة المعالجة. نحكي عن العلاج، بحب إنه نوسع شوي نفهم الناس الأعراض الأول الثلاثية ننتقل للعلاج. الثلاثي الاعراض في داء باركنسون الرجفان، اللا حراك، السحن الباركنسوني، ما يسمى القناع الباركنسوني، له سحنه خاصه نحن بنعرفه يعني منظره. الرجفان عاده هو اشهر الاعراض، يبدا مخاتل خفيف يزداد مع تقدم مع الوقت يصبح ثابت. هذا الرجفان له خصوصيه، رجفان بنسميه في الطب رجفان عفوي، يظهر بالراحه، ياخذ الشكل هذا وكأنه يعد النقود، بسميه بس شكله نقطه، هو ببلش تدريجيا، يعني تدريجيا لما حدا يكون ما يكون عنده رشفه وفجاه صار عنده رشفه بده يراجع، بده يراجع طبيب. هلا في له علاج دوره. هلا بيقولوا اطباء انه تقريبا 70 ل 80% من الناس عندهم رشفه خفيفه طبيعيه، نحن عم نحكي عن رشفه مختلفه. لا، رشفه باركنسون في عندنا اربع انواع من الرجفان، في رجفان الناعم، في فرط نشاط الدرق، في التعصيب، في القلق، التوتر، الخوف، ماله، في رجفان لسه في اصابات مخيخ اسمه القصدي، في رجفان الخشن عن تناول الكحول او في تنازل في الطعم عن المخدرات، والرجفان العفوي هذا في داء باركنسون يذهب بالراحه وياخذ الشكل، وتلاقي المريض عم يعمل حركات ويترافق مع رجفان بالشفاه، بشكل دائم، هذا بشكل دائم. هذا الرجفان احيانا يزيد لدرجه انه يصير بيعيقه عن العمل، ما في يشرب مي، ما في يمسك، ما في ياكل، بيسوي درجه من العجز. بس هو بيوصل لهي المرحله، بيبلش تدريج، ما بيطلع مباشره، يزداد بالتدريج. اذا هاي الرجفان. الصفه الثانيه هو اللا حراك او قله الحراك، المريض بتلاقي داء باركنسون مشيته صارت ثقيله، يمشي بخطى قصيره، بثبت ايديه اثناء مشي، ما بي يقوم بالحركات حركه الطرفين طبيعيه. اذا طلبنا انه يسرع شوي ما بتلاقيه انه ينحن الى الامام،
يجي لا يهوي، فبنسميه يركض وراء مركز ثقله. بتلاقي ايده تشنجت شوي زي عمل هالحركه هيك. احيانا مع تقدم العمر والاصابه نتيجه انحناء بصير في عنده حدب في العمود الفقري. والعرض التالي بصير بالصمل، هذا بنسميه الصمل يعني اليبوسه. هاليبوسه العضليه بتصيب عضلاته، بتصيب عضلات الفك، زي بتقل حكيه، بتقل مشيته، حتى بصير في عنده العاب شائع جدا، تراكم اللعاب وسيلان اللعاب، تلاقي دائما منظره واضح، وهذا مع سحنه جموديه في الوجه بنسميها السحنه الشمعيه او الشيخوخه المبكره. أي بتلاقي دائما ما بيعرف يعمل تسارير، لا الفرح ولا التعب. سحنه جموديه، العاب، بيمشي هوي للامام، رجفان، فهذا اسمه السحنه الباركنسونيه، ما بتخبي حالها، لانه التشخيص هو تشخيص سريري، فقط اخذ الاعراض وشفت المريض بنقول له امشي وناخذ، نعم ما في، ما بنضطر لا تخطيط الدماغ ولا صوره رنين مغناطيسي، التشخيص تشخيص سريري. طيب نحكي الدكتور عن العلاج؟ صف عن خطه العلاج، اللي خطه علاج شقين ما في غيرها، اما ان تكون علاج دوائي وهو يشكل 70 80% من الحالات وناجح، او علاج جراحي ضمن اختصاصنا في الجراحه العصبيه. العلاج الدوائي مثل ما تفضلنا وحكينا، نحن انا عندي هالنويات القاعديه، صار في خلل لسبب ما وظيفي ادى الى نضوب بافراز ماده الدوبامين، اذا انا بعطي ماده الدوبامين هي موجوده متوفره بالبلد بشكل كل الصيادله بمركبات دوائيه متعدده الاسماء التجاريه، فممكن نعطيها بجرعات مرتين ثلاث لاربع خمس مرات في اليوم. عنا عدة مركبات دوائية ممكن نوصفها، ف 70-80% منه بيستجيبوا على هذا الدواء، ولكن هذا الدواء يؤخذ طول العمر. أحيانا ندعمه بصراحة بأدوية مضادة للاكتئاب، شائع عند مرضى باركنسون للأسف إصابتهم بالاكتئاب. بيشوفوا حالته، بيطلع على حالته، فكثير منه فبتنعكس نفسيا على تنعكس ذلك من عالم. غالبا بنشارك مع هالدواء الباركنسون بدواء مضاد للاكتئاب مع علاج سلوكي داعم، علاج نفسي داعم بده. المرض ما له قاتل، المرض ما بيسبب وفاة باكرة، لكن بيسبب عجز. هي العوامل الخطورة لهيدا المرض. خلينا نحكي هذا بيعيش معه 10 20 سنة بده يتعايش معه، بس مشكلته يوم عن يوم ممكن تزيد الرجفان، تزيد قلة المشي، يسر انه صار ملزم الفراش، يعني هذا خطورة مرض وفظاظه. بس كنا عم نحكي عن العلاج الجراحي. هالعلاج الدوائي بخفف كثير حدوث نحن نوصل للمرحلة هي. هلا في ناس للأسف في اسمه العلاج الدوائي أو المرض معند. بنعطي علاج مرة واثنين ثلاث أدوية في السوق. بنعطي الثلاثة بالجرعات القصوى ما بيطلع عنده الرجفان، بصير ما بيروح عنده الحركات الشديدة، فبنضطر إجراء عمل جراحي. عمل جراحي يجرى احنا ضمن نطاق ما يسمى في الجراحة العصبية الجراحة الوظيفية، بنعالج الصرع جراحيا، بنعالج باركنسون جراحيا. وعندنا هنا في مشفى الأسد الجامعي كنا 2011 كنا عم نسوي عملية، للأسف بعدها شوية بسبب التقنيات، فجهاز اسمه ستيرو تاكسي، التصوير مجسم، نحط حلقه على راس المريض، ندخل بتخدير موضعي وليس تخدير عام، المريض يكون صحيان، شق بسيط، ننزل بمسبار خاص بعد ما طبعا نكون محددين بالنافيجيشن، يعني محددين وين انا بدي ادخل على النويات القاعديه، ونؤدي الى تنبيه او تخثير هذه النواه. المريض يطلب منه، هو بيكون بالاسرع عم يعمل هيك، مجرد ما خسرنا يروح رجفان مباشره بشكل كامل كاملا. تلاقي المشي، تلاقي كان عم يشوف تحسن مشيته، بيقوم بيمشي راسا، هو يعني تختلف الامور خلال انت عم تحكي اني. فهذا هو العلاج الجراحي المقدم في داء باركنسون. نتمنى ان شاء الله بعد مرور الازمه هي نعاود نعمل والأفضل في بعض الجراحه. فينا نقول في الحالات اذا كانت حالات باركنسونيه خفيفه لا بنعطي علاج دوائي بالاول، استجاب عليه لا العلاج الجراحي بالحالات المعنده. يعني اليوم عم نحكي عن كمان هي عقبه من العقبات اللي واجهت خليني اقول هي المرضى ببلدنا بسبب طبعا الحصار الاقتصادي والارهاب اللي حاربته سوريا طول هالسنين. دكتور قبل ما نختم حديثنا، نصائح بتحب توجهها طبعا لكل الاشخاص اللي عندهم داء باركنسون وكيف ممكن يتعاملوا معه؟ اول كل شيء نحن النصيحه الاولى، اول شيء عموما المرض ما له مرض مخيف، ما له مرض عادة يسبب الوفاة، هلا مثلا معلش بالمقابل نحكي عن مرض اسمه التصلب اللويحي، اللي هذا بيعرفوه كل الناس كمان مرض داخلي ما له علاج جراحي، لسه هذا انذاره أسوأ من داء باركنسون، هذا ممكن يمر بفترات يعني وقد تكون سبب وفاة. هو إذا مرض اعتنى بنفسه والأفضل حقيقة الاعتناء الآخرين من يلوذ به من أقاربه من اللي حواليه رحمه، كل ما اعتنوا فيه نفسيا ودعموه نفسيا بتلعب دور بشكل دعم نفسي صحيح. دعم سلوكي بتحسن كثير. بعدين تشخيص الباكي لا يترك حاله سنين، بيجونا للاسف متاخرين، مو متاخرين شهرين ثلاثه ما في شيء، بيجونا متاخرين خمس ست سنين بيكون هي نقطه كثير مهمه، فراجع باكرا له علاج، مرض له علاج. نعم
هيدي يعني موضوع الرياضه يعني ما بعرف يعني ما عم اتهجم على لعبه او ما يسمى الملاكمه، ولكن بده يحط بباله يعني الردود المتكرره قد تكون طبعا في بعد سنين عامل طبيعي أساسي. عامل وشفناها كثير شفناها كثير. يمكن اشرت بالختام لنقطه كثير مهمه هي المراجعه الدوريه الباكره. الدوريه الباكره هي لانه هي ثقافه الذهاب للدكتور يمكن اخر خيار بتكون عند الكل أساس. هي كل ما اكتشفناه مبكرا كل ما يمكن حمينا نفسنا وكان العلاج الدوائي بيجي اسهل وبجرعات اقل. صحيح. احنا نشكرك على هي المعلومات الدكتور احمد جهاد عابدين اخصائي في الجراحه العصبيه، وبنتمنى يا رب هيك الصحه للجميع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه.